امشوا بعيد وسبونا، ليه عايزين تأذونا؟ امشوا بعيد وسبونا، ليه عايزين تأذونا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، همشيكوا يعني همشيكوا، يانا يانتوا في البيت، يانا يانتوا، يا ساتر يا رب. هو على عسلك يا بنتي، يا صدفة. أمر أمر طبيعي، الله أكبر. من حين شريك رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا صليتش على النبي. انتوا خين ده؟ يا فريدة يا بنتي نحمده. نحمده مين؟ ماما اسمها فوزية. انتي مجنونة؟ ايه الريحة دي؟ دي ريحة البخور برقيك عشان انتي محسودة، وانا متأكدة ان كل اللي انتي فيه ده ما هو الا عكوسات، واكيد اكيد في حد مشبشبلك. مشبشبلي؟ ده انا اللي هضرب الستين شبشب دلوقتي. بقولك ايه؟ العفاريت الزرق بتتنطط في وش. انا بقولك اهو. لا مش محتاجه تقوليلي، ما انا عارفه وانت مش فريده، انت العفريت. انا هوريكي عفريت. امشي يا عفريت. اسكتي بقى. لا لا انا هخلي العفاريت الزرق تاكلي. يا لهوي البلوزه، حرام عليكي. ايه يعني كريستان جور؟ واحسن كمان، دي اول لمسه، دي ب 120 جنيه قبل الخصم. اطلعي بره، اطلعي بره، ما اشوفش وشك هنا. خدي البخور اللي هيموتني ده معاك. ماشي. الدكتور كتر خيره، خلاها اخر عمليه في اليوم. طيب طيب الحمد لله، انا هجيبها واجي. باي باي. حرام عليك، ده مجنونه دي ولا ايه؟ فاهم جهدي بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ ده اللي عمل فيها كده؟ الست فريده هانم شاعت لي البلوزه اللي حلت اللي انا حاطه فيها شقه عمري كله دي ب 300 جنيه. معلش يا حبيبتي معلش، هجيب لك واحده غيرها. الحمد لله لقيت الدواء في الاجزخانه اللي تحت. طب ولازمته ايه؟ ما فريد عندها مهدئات كتير، ولا ده كتبته لك الدكتوره منال؟ لا ده المهدئ ده حاجه تانية خالص. طب ده حازم جوزي يبقى راجع من الشغل متعفرط وبيخانق دبان وشه، ياخد بس حبايه ربع ساعه وتلاقيه فش واتبط وبقى حاجه تانية خالص. ليه يا شيخ؟ اه والله. طيب مين بقى اللي هيديها الحبايه دي؟ لا خليها لك، انا مش داخله جوه تاني. انتوا ايه لاقيني في الشارع؟ مش كفايه البلوزه اللي شقتها لي؟ هجيب لك بلوزه غيرها. وانا هجيب لك جيبه تليق على البلوزه الجديده. لا مش حكايه كده يعني بلوزه وجيب، انا كان نفسي كمان في توكاتو. هجيب لك توكاتو كبيره من ام فيونكا دي. خدي اهو يا ستي كمان 400 جنيه بس، هي ب 500. انت مش لسه قايله 300؟ ما غلي. خدي مش خساره فيكي، ادي 100 كمان. ماشي خدي بقى انت العروسه دي، خزقي عينيها اما اشوف انا هعمل ايه مع الوحش. خدي بقى الدواء يلا ودي. هات الكيس ده. ايه ده؟ يلا يا صدفه يلا. ماشي بقول لك ايه، معكيش دبوس عشان اخزق عين العروسه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا ليلى؟